ينضم إلينا من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية عمر محمد مراسل الغد. عمر، يعني أصوات ولاية فلوريدا من الأصوات التي تكون حاسمة في المعركة الانتخابية الأمريكية، ماذا عن التحضيرات؟ ماذا عن الأجواء في هذه الولاية استعدادا ليوم غد؟ أهلا يارا، ولاية الشمس المشرقة هنا في فلوريدا، كل من المرشحين يحاول جذب 29 مقعدا في المجمع الانتخابي الأمريكي الذي تمثله هذه الولاية. عمليا 29 مقعد في المجمع الانتخابي يمثل 11% من 270 صوتا كافية للفوز لأي مرشح رئاسي على المستوى الأمريكي، حتى أن مايكل بلومبرغ قام بضخ أكثر من 100 مليون دولار لهذه الولاية دعما لجوزيف بايدن. أعلن اليوم أن بلومبرغ خصص 21 مليون دولار للمجرمين السابقين، وهم تعدادهم 32 ألف مجرم، لاستعادة حق التصويت، إذ يعني يطالبهم بالتصويت لصالح جوزيف بايدن. هنا أهمية كبيرة لهذه الولاية، بالإضافة إلى أن المسنين أكثر من 65 عاما يتوقع أن مزاجهم الانتخابي الذي ذهب لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016 على حساب هيلاري كلينتون قد يذهب بسبب جائحة كورونا وسوء إدارتها، هكذا يقول الناس في ميامي وفي فلوريدا، قد تذهب هذه الأصوات إلى جوزيف بايدن. عمر، دعني أسألك، حاسمة وعمليا فعلا تبدأ. سلوك المرشحين بايدن وترامب وطريقة إدارة كل منهما لحملته الانتخابية، هل تؤثر على مزاج الناخب الأمريكي؟ هل هناك أي تأثير لما يقومون به من حملات انتخابية؟ سواء بالسلب أو الإيجاب طبعا. نعم، بالتأكيد فلوريدا هنا فيها الكثير من فيها يعني جالية، أو دعيني أقول فيها من الأمريكيين اللاتينيين الكثير، نحن فقط على مبعدة أميال قليلة من البحر عن كوبا. هؤلاء وبسبب وقوف ترامب وسياسة ترامب تجاه سياسة الهجرة تجاه اللاتينيين والوافدين إلى هذا البلد، تحدثت إلى الكثير منهم وقالوا أنهم سيصوتون في الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن. هناك أمر آخر، التقيت بالعديد من الناس هنا في فلوريدا من داعمي ترامب يقولون أنهم سيصوتون لمرتين لضمان وصول أصواتهم الانتخابية، وهذا تلبية لدعوة ترامب. ولكن هذا مخالف للقانون عمر، أليس كذلك؟ بالتأكيد دعوة غير قانونية. وهناك غرامات. نعم، هي دعوة غير قانونية وفق المادة القانونية 104.18 بولاية فلوريدا،